حول ارتفاع وتيرة الصراع بين الميليشيات في العراق على زعامة الإطار التنسيقي بالتزامن مع زيادة معدلات الاغتيالات ومآلات ذلك على الوضع الأمني للبلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، بداية مرحبا بك. هل وصل المشهد في العراق اليوم إلى مرحلة كسر عظم بين الميليشيات من أجل النفوذ، السيطرة على النفوذ وكذلك على الإطار، زعامة الإطار التنسيقي؟ تحية لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم. الحقيقة تقرير معهد واشنطن فيه مبالغة كبيرة جدا، واحتمالات هذه المبالغة عديدة، يا إما أنه تنقصهم معلومات دقيقة وصحيحة عن أسباب الخلاف والمشاكل التي تدور داخل الإطار والأذرع المسلحة في الإطار التنسيقي، وكذلك احتمالية فهم ضعيف للعلاقة ما بين التحالف، يعني القوى المسلحة لجماعة التنسيق، الإطار التنسيقي، أو لإثارة الرعب إضافي أكثر إلى الشعب العراقي، وهذا احتمال هو الأكبر من هذه المبالغة، لأنه الآن كل ما يجري هو ليس له علاقة بكسر العظم. كسر العظم بمعنى أنه صراع مفتوح ما بين هذه القوى وصراع وجودي بين أطرافها، وهذا ما لا تسمح به إيران، لأنه ذلك يقوض مصالحها ويقوض سيطرتها وهيمنتها على المشهد السياسي العراقي، وخصوصا الجانب الأمني التي تتمكن الميليشيات منه بشكل طليق وصحيح. ولكن الصراعات هي لي ذراع ليس أكثر، يعني لوجود مصالح. ألا تعتبر أن يعني ما تتحكم به إيران الآن مخترق أمريكيا من خلال هناك اتهامات من داخل الميليشيات لبعضها البعض بوجود خونة حسب وصفهم يقومون بإرسال أو إعطاء الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن التنقل والعناوين وعن المواقيت وإلى آخره؟ حتى هذه الاتهامات التي يتبادلونها هي معروفة لديهم أنها ليست صحيحة وكاذبة، لأن كل هذه المعلومات هي متوفرة أصلا عند الأمريكان، يعني لا يحتاجون الأمريكان إلى تفصيلية المعلومة بهذه الدقة من أطراف. بعدين أيضا هم يعرفون تماما أنه جميع الأطراف هي تتعاون مع أمريكا بما فيها الحرس الثوري الإيراني بما يخص الميليشيات وضعها في العراق أو في سوريا، تتعاون مع أمريكا في هذا المجال. فبالتالي ليست هنالك يعني عملية اتهامات مقصودة بقصد الاتهام، وإنما فقط إثارة ضوضاء سياسية فيما بينهم، وإلا جميعهم يعرفون أنه كل الإطار التنسيقي يريد تواجد أمريكي، والاعتداءات التي أو المماحكات التي تقوم بها الأذرع الإيرانية ضد الوجود الأمريكي هو بدوافع إيرانية، وإيران هي الراعي الرسمي لكل هذه التحركات ولكل هذه المجاميع. طيب، يعني في إطار الصراعات المتكررة والمتعددة بين الميليشيات، لابد أن يكون هناك يعني بحسب ما يصف الكثير من المراقبين هناك صراع على النفوذ، صراع على السلطة، صراع على المكاسب السياسية، صراع على المكاسب المالية الاقتصادية. يعني هؤلاء الميليشيات هم موجودون أو موجودين في العراق حبا في العراق، أكيد بالتأكيد هم حبا في مصالحهم ومكاسبهم الاقتصادية، ولسان حال كل العراقيين يتحدث عن أنهم ولاؤهم لإيران وليس للعراق. هل نستطيع القول هذه المرحلة هي مرحلة بدء أفول نجم هادي العامري وتصدره يعني فقط مشهد حراك الميليشيات في العراق إن صح التعبير؟ الميليشيات تأسست بقبول وموافقة ودعم أمريكي بداية، وبالتالي الاحتضان والرعاية الكاملة لإيران وفق اتفاق أمريكي إيراني لتنفيذ مخططات إيرانية خاصة بالمنطقة. وبالتالي أستاذ عبد الله عن ميليشيات بدر والعصائب والنجباء والسرايا، نعم، جميعهم جميعهم خاضعين لهذا المخطط. لكن دائما في كل العصابات وفي كل الميليشيات تكون هناك يعني المصالح الشخصية والأطماع الشخصية هي سبب هذا الحراك. فبالتالي هذا المرجعية الأمريكية أو الإقليمية الإيرانية تكون هي الضابط لهذا إيقاع بالخلافات.
وكل ما يجري من صراع فيما بينهم هو صراع مصالح شخصية على هذه النفوذ، والجميع لا يقبل أن يتدخل إيران بشكل مباشر، يعني جميع أطرافهم، يعني الأطراف المتصارعة فيما بينهم الآن لا يريدون أن إيران تتدخل في هذا الصراع، ولا يريدون أن يوصل الصراع إلى حد يجبر إيران إلى التدخل أو أمريكا إلى التدخل، لأنه هي مصالح شخصية نتيجة زيادة حصصهم بعدما أكملوا لعبة الانتخابات المجالس المحلية التي بها واردات مالية ضخمة الكل يسعى للحصول عليها، وهذا هو جوهر الخلاف الذي يؤدي ما فيما بينهم. أما مسألة تخوين الآخرين فيما بينهم فهذه ظاهرة ناقشة في سؤال آخر إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الله، الإطار التنسيقي الذي يعد مظلة الميليشيات السياسية، كيف تنظر الولايات المتحدة، كيف تنظر واشنطن إلى الإطار التنسيقي الذي يعد مثل ما ذكرنا مظلة الميليشيات السياسية، وبالتالي يعد أيضا محور التحكم الإيراني بهذه الميليشيات؟ حقيقة يعني اسمح لي أن أجيب أكمل إجابة السؤال السابق عن وجود العامري وأفن نجومه. هذه العملية السياسية كلها بمجموعها وبمجموع أفرادها لا نتنبأ بمستقبل أي واحد منهم غدا أو بعد غد، والأمثلة كثيرة. فجأة غاب الجعفري من المشهد، وغاب العلاوي من المشهد، وغاب غيره من المشهد، وقريبا غاب الحلبوسي. هذه هي اللعبة التي تحكيها إيران وأمريكا. أما فيما يأتي لسؤالك الأخ الفاضل بهذا السؤال الآخر، أن اللعبة الأمريكية تنظر إلى هذه القوات وهذه الأذرع هي أدوات فوضى تحقق فيها برنامجها، وبالتالي وهي متفقة مع إيران على أن هذه الفوضى هي فقط ما يحيط في إيذاء الشعب العراقي وليس إيذاء المشروع الأمريكي الإيراني بالمنطقة. فبالتالي هم يعني لهم حدود، ونلاحظ أنه توقفت الهجمات من الميليشيات على القوات الأمريكية، ووقفت أيضا الأمريكان وقفوا بالهجوم أو استهداف قادة آخرين من الميليشيات، لأنه تم الاتفاق الإيراني الأمريكي بهذا الخصوص. أكرم الكعبي زعيم ميليشيا النجباء اتهم من وصفهم بالمتعاونين من داخل الميليشيات مع القوات الأمريكية، كما تحدثت وسألتكم قبل قليل. هنا يعني هناك حالة تخوين يعني ثابتة للميليشيات بين بعضها البعض، وهناك عمليات اغتيالات حصلت قبل أيام. هل ممكن أن تنفلت الأمور إلى مرحلة مواجهات مسلحة بين الميليشيات، على يعني نتحدث عن واقع ميليشياوي في العراق بعيدا عن زمن قاسم سليماني، بعيدا عن زمن أبو مهدي المهندس، نتحدث عن واقع حالي الآن في خضم تطورات في سوريا، في خضم تطورات، في خضم يعني قصف أمريكي لمواقع الحشد. يعني هل تتوقع أن يكون هناك ربما يعني عمليات اشتباكات داخلية بين الميليشيات تتطور خلال المرحلة المقبلة؟ التخوين حالة سياسية شائعة في الوضع السياسي العراقي العام، يعني كل الأحزاب داخلها وما بينها وما بين المنظمات الأخرى، وحتى على الصعيد الشخصي في أي خلاف سياسي تظهر عملية التخوين موجودة، هذا في المزاج السياسي العراقي، هذه موجودة حقيقة. أما فيما تخوين فيما بينهم، تخوين أطراف أخرى، فهذا مثل ما يقول رمتني بدائها وانسلت. الجميع يعرفون بعضهم بعض وكيف يتعاملون مع المخابرات الأجنبية، ولا يوجد طرف سياسي واحد في العراق ليس له علاقة في مخابرات أجنبية، والخيانة واضحة ومعروفة دوليا وإقليميا وسياسيا وبكل الأعراف، أنه من يتعامل ضد مصلحة بلده مع طرف أجنبي يعتبر خائن. هذه في كل القيم وفي كل السياسات بالعالم، إلا في العراق أصبحت الخيانة أمر طبيعي. هل يعني تتصور في جلساتهم السياسية يتحدثون
هل التقيت بالعقيد الفلاني من المخابرات الفلانية؟ هل التقيت بفلان من الحرس الثوري الإيراني؟ ماذا قال؟ هذه العملية الخيانية الموجودة يعني بالنسبة لهم يعني وصف هزلي وليس وصف حقيقي. لكن أما أن تصل الأمور فيما بينهم إلى حد الانزلاق أو هذا لا يستطيع أن يحدده أي طرف من أطرافهم، إنما الذي يحدد هذا هو الوجود الإيراني وقوة وجوده وهيمنته المستمرة. لحد الآن لا يوجد مؤشر على استمرار الصراع إلى أن يأخذ من حذر. مع أنه يعني لا يوجد مؤشر مثل ما تفضلتم على يعني وقوع صراعات مستقبلية، ولكننا نعيش في أو العراق يعيش الآن، المشهد العراقي يعيش في ظل وضع أمني متردي، والدليل هناك 9 محاولات اغتيال حصلت في العراق، ووزير الداخلية الحالي في العراق يتحدث طبعا ضمن حكومة السوداني عن مستوى أمن عالي في الشارع العراقي، مع وجود محاولات الاغتيال 90 في العراق، يعني مع وجود ظرف أمني سيء ومتردي وترهيب يعيشه المواطنون العراقيون. أين الأمن والأمان الذي يتحدث عنه وزير الداخلية؟ يعني لو افترضنا أنه لا سوف لن تكون هناك اشتباكات بين الميليشيات، ولكن الواقع الحالي هل يعطي صفة النجاح لحكومة السوداني في السيطرة على الوضع الأمني مع انتشار السلاح؟ التصريح الذي أدلى به ممثل يعني وزارة الداخلية أو أي مسؤول أمني عن الهيمنة السلطة في الحكومة على الوضع الأمني حقيقة يعني يتضارب مع الواقع السياسي الذي يعيشه المواطن العراقي كل يوم. وهذه الحالات اللي ذكرتموها 90 حالة وذكرها يعني وقد يكون أكثر بالحقيقة 90 خلال 48 ساعة. هذه 90 أنت أخذ مساحتها الجغرافية ومقدار العدد الناس الذي ارتعبوا من هذه الحالة، رغم أنها هي صراعات فيما بينهم يعني التأثير النفسي عليهم. هذا يدلل على أن السلطة تعاني من بنية سيئة في النظام الأمني العراقي، لأنها غير قادرة على اتخاذ أي موقف تجاه أي ميليشيا في أن تحافظ على حماية أبناء الشعب العراقي. لا تستطيع السلطة ولا أجهزتها، لأنها تعرف أن أي سلطة أي مجموعة عسكرية أمنية تحاول أن تصد مثل هذه المأساة يعاقب مسؤولها ويعاقب أفرادها، وإذا شخصوا ستقوم هذه الميليشيات باغتيالهم أو بضربهم. وهم يعرفون تماما أن الميليشيات هي صاحبة السلطة الأقوى وهي صاحبة النفوذ الأقوى الأمني، وبالتالي كل ما يصرح به هو يعني من ضمن جملة الادعاءات الغير صحيحة التي تسوقها حكومات الاحتلال المتعاقبة دائما على أنها هي صاحبة النفوذ وهي صاحبة الإرادة، وهذا كله غير صحيح، لأن الواقع السياسي والأمني الاقتصادي في العراق يثبت عدم صحة ما يقولوه، وبالتالي عامل الثقة المفقود يبقى يستمر في ضمن هذه التصريحات وفي ضمن هذه العلاقة ما بين القوى الأمنية والميليشيات التي يذهب ضحيتها المواطن العراقي الآمن، الذي اليوم لا يستطيع المواطن العراقي أن يحصل على أمنه. والمتأثر أكثر من هذا هي الأم التي تنتظر ابنها والأب الذي ينتظر ابنه بالعودة من المدرسة، وبالتالي كل هذه تحيط بأمن المواطن العراقي وتحيط بوضعه النفسي والاقتصادي، ناهيك عن عصابات المخدرات التي تعبث بأرض البلاد كثيرا، وكثيرا من الإشكاليات الأمنية التي يعانيها الفرد العراقي. فبالتالي حكومة السوداني لا ترتبط بالواقع في تصريحاتها، ليس في هذا المجال فقط، وحتى في مجال الإنجازات الاقتصادية والتعامل مع المواطن والشفافية وغيرها، كلها غير مرتبط بالواقع نهائيا. من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.